هنا عليا يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر مرة وصلنا في الغرفة دي عشان نقدر نفتح الباب، عدينا من عنبر المجانين ودلوقتي عايزين ندوس على الزرار ده، نطلع فوق ندور على حاجة عشان ندوس الزرار تفتح لنا الباب. نطلع فوق، طبعا اللي احنا عايزينه المخ اللي انتوا شايفينه فوق ده، اهو نعدي كل ده عشان نوصل للمخ. خلي بالنا من الحتة دي برضو، تمام. احنا كده وصلنا عند المخ ده، خلي بالنا عشان ما نعدش كل ده. الله، خايف الصراحة انط الاقيه مات. هحاول ارجع تاني مطرح ما جيت، يا رب تيجي. لا ايوه الحمد لله، يعني على اخر لحظة صراحة. لا الحمد لله، هسيبه مات بس عاش قوي. بس الست العجوزة دي ولا ست مراقبة طويلة دي، الواحد اتخلق منها والله. مش عارف بتعمل ضفادع، يعني شايف ضفادع على الأكل. يلا عدي يا ست. سكاكين بقى شغل ايه؟ بص البصة، انا حاسس ان هي عارفة اللي انا موجود، مش عارف ليه. لا الباب بس طالما اتسجلت خلاص الواحد بيرتاح والله. لا طب ايه انا اهو، يعني ايه عندها السمع؟ تحس السمع ايه؟ مش عارف. فيها ضفادع وحاجات غريبة عم تعملها. غبي غبي، بس الكبدة دي ده قلب تقريبا، بس مدرسة شاطرة يعني بتشرح للطلاب ايه، يعني عملي كمان. ينفع عدها ست؟ لا خليكي براحتك، على الأقل من مهلك. لا ما نخسرش بقى في آخر حتة. يلا عاش أو لا اطلع بسرعة. بس باي باي. اوعى تقولي تفتح الباب. لا بسرعة يا غبي، اطلع. ايه ده؟ قوم يا عم. تمام تعالى يا حبيبي، تعالى للالي. انا حفرة النخيل وقع فيه فعلا والله. هنا عليا يا ربي. نكت تاني مرة. تعال حد تاني.
والله فخاخ وناس غريبة. تعال تعال يا بيه، تعال يا بيه، تعال. يا لهوي، دايما مش عارف، تحس الواد ده بالذات بيقف واقفة خليك انت متعرفش تضربه، لكن البت على طول كده ضربتها. بص البت سهلة على طول، بص على طول مش سهلة أوي يعني، بس ما علينا. يلا تعال انت، تعال بقى. بس الواد اللي عامل نفسه حريف ده، ده. بس عمل لي لا 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 لا، شايفين الحبل ده؟ فين الفخ؟ انتوا فين بقى؟ انا مش ايه ده، ده بس بيغيظني. ناس يا اسطى، ناس. تعالى طيب، تعالى حد تاني في الحمام. شك انا فيهم، انقذك ازاي؟ كسر دي انا. بص لا 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 صاحبي، اوه تموت ولا ايه؟ لا ما يموتش، هو واد غريب الصراحة بس ما يموتش. معلش يوم انا يا ابن انا، تعالى صح، معلش هنا نقف عند اهله. تعالى تمام، هنوقف الفيديو لغاية هنا، وان شاء الله تستنوا. وعايز اشوفوا رأيكم في التعليق، ولا عايز تضيفوا اي العاب تانية اكتبوها في التعليق، وان شاء الله يعني اشوف التعليقات وانفذها على قد ما اقدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.